أمانة أنا أصلاً مبسوطة أن الحدث هذا صار بالشرقية وأضاف لي فوق ما تتخيل. من جد أنا مرة مبسوطة وكان شرف عظيم صراحة أني أوقف وأغني وأتغنى بكلامه وأنا يعني واقفة جنبه، فأمانة كنت جداً سعيدة. شنو قلت لك أن أنت البنت الوحيدة اللي شاركت في نادي بدر من المنطقة الشرقية؟ يعني ما أدري، بس كذا مبسوطة أنه أنا يعني بتسيد العنصر يعني أو كذا يعني في الحفل، فلا هذا شيء صراحة يميزني. القصيدة الأقرب لك كلمات سمو الأمير بدر العباس. أمانة بعد ما يعني كانت أسهر معي ليلة وبعد ما تعرفت على أغنية على الغدير صارت الأقرب لقلبي أكثر. طيب هل راح نكون لك عمل جديد مع سمو الأمير؟ والله أمنية، فعلا أمنية، وإن شاء الله.